أنا دكتورة مع عماد الدين، استشاري طب نفسي لأطفال ومراهقين. بسبب فيروس كورونا، أسر كتير بتمر بتحديات وصعوبات في تربية الأطفال، خصوصا مع قرارات إغلاق المدارس وكمان الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها بعض الأسر. عشان كده احنا بنحاول نقدم لكم مجموعة نصايح سريعة وبسيطة عشان تقدروا تعدوا في الوقت ده بسلاسة وأمان. في الفيديو ده هنتكلم ازاي نهدي نفسنا لما نكون بنتعرض لضغوط. الضغوط بتأثر على البني آدم نفسيا وكمان جسمانيا. عشان نتخيل ده، تعالوا نفكر مع بعض في موقف صعب عدينا بيه قريب، مثلا خناقة مع ابني أو بنتي، أفكار قلق مسيطرة عليا، حاجات مشاكل أنا مريت بيها. تعالوا نتخيل كده إن احنا بنركز في الفكرة دي ونشوف ايه اللي هيحصل في جسمنا لو قعدنا نفكر فترة طويلة. بعد شوية ممكن نحس مثلا ان قلبي بيدق بسرعة، ان انا مش عارفة اخد نفسي، او بتنفس بسرعة، بطني بتوجعني، عضلاتي شد عليا. كل دي حاجات ممكن تحصل من مجرد ان انا افكر في الحاجات اللي بتقلقني او بتضايقني. لو الجسم بدأ يتعرض لده لفترة طويلة، ده بيأثر على الصحة، بيخلي الشخص اكثر عرضة للامراض، وكمان بيقلل المناعة. عشان كده لازم نتعلم ازاي نهدي نفسنا. اول مهارة ان انا اعرف امتى انا محتاج ان انا اهدى، فلازم اراقب مشاعري كويس، ما استناش لحد ما انفجر، ما استناش لحد ما ابقى خايف قوي او متوتر قوي او زعلان قوي. الحاجة التانية ان انا افصل عن الافكار، وكمان افصل عن اللي انا بعمله، ممكن اوقفه، ممكن كمان اسيب المكان واروح مكان تاني لو ينفع. بعد كده ابتدي احاول اركز في كل حاجة حواليا، استعمل كل الحواس اللي عندي، يعني مثلا ابتدي اركز في الحاجات اللي انا شايفها وابتدي اقولها، اركز في الحاجات اللي انا لامسها وابتدي اقولها، مثلا ممكن تكون السجاده، الهدوم اللي انا لابسها، الكرسي اللي انا قاعد عليه، كل حاجه انا بلمسها. بعد كده ابتدي اركز في الحاجات اللي انا سامعها، ممكن يكون صوت ميه، ممكن يكون صوت اطفال بيلعبوا، الحاجات اللي انا شاممها، ممكن تكون مثلا صوت ريحه توابل في المطبخ، ممكن يكون مثلا ريحه صابون. ركز في الحاجات اللي انا بستطعمها، مثلا طعم فنجان القهوه، طعم البسكوت، طعم الشاي. طب ايه فايده ده؟ فايده ده انه بيخليني افصل شويه عن الافكار اللي بتقلقني والمواقف اللي بتقلقني، وده بيهدي الضغط عن عقلي وعن جسمي، وبيخليني اعرف تاني افكر بشكل هادي وبطريقه عقلانيه، وبالتالي الضغوط بتبدا تقل شويه. محتاجين ان احنا نراقب نفسنا ونشوف امتى احنا مضغوطين، وان احنا نحاول نتعلم ازاي نهدي نفسنا.